السلام عليكم الإخوان، كديرين لاباس عليكم؟ حقق المنتخب الوطني داخل القاعة فوزه الثاني على حساب نظيره الغاني بنتيجة 8-3 في المباراة التي احتضنتها القاعة المغطاة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات كأس أمم إفريقيا للفوتسال. وتناوب على تسجيل أهداف النخبة الوطنية كل من محمد جواد، سفيان المسرار، وسفيان الشعراوي، بلال البقالي، وأنس العيان. وضمن المنتخب الوطني بهذا الفوز تأهله إلى نصف نهائي هذه البطولة الإفريقية. يذكر أن المنتخب الوطني سيلاقي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات نظيره الزامبي بعد غد الاثنين. فالمنتخب المغربي يبادر والهدف الاول، الهدف الاول ممتاز يوسف، ممتاز فعلا على الهدف الاول، يعني كيف رجعنا يوسف جواد معروف بالفنيات ديالو، وشيء جميل ان تمرير او لا شيء عدم تركيز ديال اللاعبين. الهدف الثاني مسرير وقع الهدف الثاني، تاكيد للحضور من قبل قصد الذهاب بعيدا في هذه الكاس الافريقيه. المنتخب الوطني المغربي يضرب بقوه، احسن بدايه واحسن سيناريو ممكن نشوف داخل القاعه. اكيد فهادشي كيفرح، وكنظن ان المنتخب الوطني المغربي اليوم يقدر يدير الركوب المسابقه الافريقيه، انه يقدر يفوز بواحد الحصه عريضه. نعم مباشره، لكن كنظن ان خطا ديال الحكم، لان المسافه اللي عطى باش نرجع الحائط فكانت يعني مسافه اللي كبيره، وكان اخطا مقابل خطا واحد. ايضا جورج يخرج يلعب بشكل كبير لان مازال عارف القوه ديال المنتخب. الشعراوي يضع الكره في المرمى بلمسه جميله، طريقه رائعه. هذا رابع هدف ديالو في كاس امم افريقيا الحالي عادي. نعم، فكنظن يعني كما قلت من قبل، فالشعراوي بكل صراحه فاضافه قويه للمنتخب، لاعب قوي، لاعب مهاري، كيمتاز تسديد قوي. وكنظن ان يعني بكل صراحه هذه كبيره المنتخبات الافريقيه، إذا جيتي تبحث على هذه جميلة هدف مخدوم، هدف القوة، ومنتخب يدافع فقط ويركن للخطأ الدفاعي، خطأ على مستوى التغطية، الكرة كتضيع وكيستفد منها منتخب غانا. لو في كرة قدم داخل القاعة مثل هكذا أخطاء يعني كتكون صعبة على مستوى الخطأ. كنظن أن ما خصناش بحال هاد الأخطاء، عندوش يعني شي اسلوب اللي واضح في الهجوم، ولكن يعني كيعتمد غير على المرتدات وكيتسنى الاخطاء الفرديه ديال اللاعبين ديالنا. فكنظن ان اللاعبين ما خاصهمش يدخلوا في بدنيا المنتخب الغاني، لان مازال كتسنانا شوط ثاني. الطريقه ديال المنتخب الغاني الركون للدفاع وانتظار الفرصه او انتظار الخطا، بعد ذلك الانقضاض. بوزيد امازال رئيس فني، امازال محاوله ممتازه، فرصه، هدف. الشعراوي كيسجل الهدف ديالو التالي. خاصنا نلعبوا شويه بسرعه، مرابطات كينطلقوا الان، كيبحثوا على رده فعل، وكنشوف هنا هدف كيجي بهذا الشكل، يجب ايقاف هكا البحث على الحلول. هل بامكان ان تاتي ضربه جزاء وضرب الجزاء امتع من لان كانت يعني البقالي كيساعد باش انه يسجل، كيوضع الكره ديالو، كياخذ النفس ديالو، محترف الدوري الفرنسي. بلال البقالي يسجل سجل الهدف رقم 3 بعزيمه قوه، لاعب ديال ايفوان لافارماز كوسا على بلال البقالي كيتمكن من تسجيل هذا واحد 854 ثانيه، الهدف السادس اللي غادي يعطي شحنه كبيره للاعب يسجل. يعني اللي كيهم هو انتصار ديال المجموعه ككل. او شو هدف بوزيد اليوم يطلب المزيد. هذا هو اللي قلنا بانه وقع عقد مع فريق برشلونه، اللي هو اصلا كان لاعب ديال فريق برشلونه، ومشى اعاره لعده مواسم، واليوم كيرجع لفريق الام ديالو. اذا جديده، وهنا كنشوفوا المحاوله الهجوميه شويه اليوم لانس عيان، والهدف الثاني 8 ديال الاهداف مقابل 3 مخدومه، 8 ديال الاهداف وصلوا 10 ديال الاهداف واكثر. يوسف جواد يمان، يوسف جواد في هذا اللي كان به طوال هذه المباراه. تماما يوسف جواد بكل صراحه.